الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، برحب بيكم في حلقه جديده من كلام في الميديا. مبروك طبعا فوز منتخبنا الوطني الاول امبارح على منتخب اسواتينيا او سوازيلاند بنتيجه 4-1. منتخبنا عمل شوط كويس طبعا الشوط الاولاني، وكان طبعا في 4 اهداف، لكن في الشوط الثاني كان الشكل مختلف تماما ومنتخبنا ما قدرش ان هو يزود من غله الاهداف في مرمى منتخب سوازيلاند اللي كان طبعا زي ما انتم شفتوا كان منتخب متواضع. بالعكس كمان منتخب سوازيلاند احرز هدف بشكل غريب. عموما طبعا الفوز كان اكيد مهم جدا لينا في المرحله دي، والاداء طبعا اكيد كان فيه شويه اخطاء، لكن اكيد الجهاز الفني هيتدارك الاخطاء دي وهيعالجها في المرحله اللي جايه. النهارده كمان النادي الاهلي بيرجع مره ثانيه للتدريبات بعد الراحه اللي اداها كارتيرون للفريق بعد مباراه الترسانه في كاس مصر، وهيبتدي النادي الاهلي الاستعداد لمواجهه وفاق سطيف الجزائري في اياب نص نهائي دوري ابطال افريقيا يوم 23 اكتوبر الجاي، يوم 23 الجاي ان شاء الله. النادي الاهلي هيسافر للجزائر يوم 21 استعدادا للمباراه، واللي ان شاء الله هتكون نتيجتها في صالح النادي الاهلي ويصعد فريقنا للنهائي ويحقق اللقب. هنناقش طبعا الكلام ده وكلام تاني كتير واخبار تانية كتير خلال حلقتنا النهارده. ضيفنا النهارده استاذ رامي رجب الناقد الرياضي في جريده الدستور، واكيد برضو هستنى مشاركاتكم على صفحاتنا على الفيسبوك وتويتر وانستغرام. البداية سريعا بأهم عناوين حلقتنا النهاردة. الأهلي يبدأ الإجراءات الإدارية للسفر للجزائر. الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة وفاق صديق الجزائري في نصف نهائي دوري الأبطال. الأهلي يسابق الزمن لتجهيز مصابيه قبل مواجهة وفاق صديق. علي معلول يبدأ في تنفيذ البرنامج العلاجي اليوم. الأهلي يخوض ودية الاثنين المقبل لإعداد اللاعبين. أجري يستبعد صلاح من مواجهة اسواتينيا. صلاح الهدف التاريخي لمنتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية برصيد 13 هدف. قبل ما نروح لاهم العناوين والاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي النهارده في الجرايد، الاول نشوف الاخبار اللي معانا بعيدا طبعا عن كره القدم. مصطفى عسل بيفوز باول ميداليه اولمبيه للنادي الاهلي في الاسكواش. مصطفى عسل لاعب النادي الاهلي للاسكواش حصل على اول ميداليه ذهبيه اولمبيه للنادي الاهلي في دوره بوينس ايرس الاولمبيه للشباب، واللي اقيمت في الارجنتين في الفتره من 7 ل 12 اكتوبر الجاري. كمان بالنسبه للسباحه، حقق فريق السباحه في النادي الاهلي الفوز بالمركز الاول في منافسات النهارده اول يوم الاول لبطوله بلغاريا الدوليه اللي بتقام خلال الفتره من 12 ل 19 اكتوبر الجاري، والمؤهله طبعا لبطوله العالم للسباحه القصيره. وجت نتائج اولاد النادي الاهلي كالتالي: في منافسات 100 متر حره فاز عبد الرحمن عدنان بالمركز الاول وعمر عيسى بالمركز الثاني. كمان حقق احمد سامح الفوز بالمركز الاول في المرحله العمريه 2004-2005. وفي منافسات البنات فازت ياسمين ممدوح بالمركز الاول وكمان فريده ثروت بالمركز الثاني. البعثه دي فيها 55 سباح وسباحه من اولاد النادي الاهلي. طيب معانا دلوقتي كابتن وائل عزت من بلغاريا. مساء الفل عليك. منورنا يا كابتن وائل. كابتن وائل رئيس جهاز العاب الماء في النادي الاهلي، طبعا ببارك لك في البدايه على النتائج الطيبه جدا اللي اداها سباحين وسباحات النادي الاهلي في بطوله بلغاريا. الحمد لله احنا ابتدينا امبارح، كان اول كان ابتدت الكوره بعد الظهر والنهارده في الصبح، ونحن دلوقتي في الفتره المسائيه. انا لحد دلوقتي الحمد لله الاولاد 7 ذهب 7 فضة و7 بطول، اما البنات عاملين 4 ذهب 5 فضة و3 بطول. ما شاء الله كويسه قوي، كلها مشاركات. كابتن وائل، البطوله دي بتتلعب الصبح تصفيات وبالليل نهائيات؟ لا، هي كلها نهائيات، يعني هي تصفيات نهائيات، هي على طول بتتحسب
بالارقام بالاعمار السنيه. تعرف حضرتك احنا بادئين من اعمار 12 سنه لغايه 40. فيها 700 سباح وسباحه فيها منتخبات، يعني عندنا معانا منتخب صربيا، منتخب مقدونيا، منتخب لاتفيا، فرق كتير من بلغاريا ورومانيا وكرواتيا والمانيا فرنسا، بطوله قويه جدا جدا جدا. الحمد لله الولاد كلهم على يعني زي ما بيقولوا كده على فرق واحد، والحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله. الف شكر. طيب عايز اسال حضرتك، تتوقع كام سباح وسباحه من عندنا من النادي الاهلي هيوصلوا للبطوله القادمه بطوله العالم؟ اتوقع كام سباح سامح حضرتك، كام سباح وسباحه ان شاء الله هيتاهلوا لبطوله العالم؟ هو لحد دلوقتي احنا طالعين، لحد دلوقتي طلع عندنا اربع سباحين، ثلاث ولاد وبنت. نتمنى ان احنا ناخد اكبر عدد ان شاء الله من الولاد يتاهلوا لبطوله العالم ان شاء الله بمشيئه الله. ان شاء الله. بشكرك جدا كابتن وائل عزت، رئيس جهاز العاب الماء في النادي الاهلي. دايما كده فريق او فرق سباحه النادي الاهلي رافعين راس النادي الاهلي في كل المحافل الدوليه. تعالوا بقى سريعا نروح معاكم ونشوف اهم منشطات الجرايد عن النادي الاهلي النهارده. الاهرام يوسف يحسم التجديد لسبع لاعبين متولي المسؤوليه. الاهلي يبدا اليوم رحله الاستعداد لاياب وفاق سطيف في دوري الابطال. أخبار اليوم، الفريق يستأنف تدريباته اليوم بعد الراحة، الأهلي يبدأ ثورة تصحيح المسار، يوسف تخطينا مرحلة صعبة، ولقاء سطيف حياة أو موت. الجمهورية، استعدادا لموقعة سطيف الأهلي يسابق الزمن لترميم الدفاع، كارتيرون يدرس بالفيديو ويحلل بالأرقام. الشروق، الأهلي يسابق الزمن لتجهيز مصابيه قبل مواجهة وفاق سطيف، يوسف نبحث عن استغلال فترة التوقف لحل الأزمات، وكارتيرون يبحث عن الاستقرار المبكر على خطة العودة. الأخبار المسائي، أشغال شاقة في مستشفى الأهلي، خطة تأهيل لتجهيز المصابين خلال التوقف، والفريق يبدأ الاستعداد لسطيف. نروح سريعا لاهم تفاصيل الاخبار اللي قلنا من شويه منشطتها، ونبتدي مع الاهرام. الاهرام قالت ان هيرجع الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي لتدريباته النهارده استعدادا لمواجهه وفاق سطيف الجزائري يوم 23 اكتوبر الجاري في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا في ملعب 8 مايو في مدينه سطيف. وعلى جانب اخر، نجح محمد يوسف في اغلاق سبع ملفات مهمه بعد ما تولى منصب القائم باعمال مدير الكوره، وعلى راسها تجديد تعاقد احمد فتحي بعد طبعا فتره من الشد والجذب، وكمان وليد سليمان وحسام عاشور، والتواصل لاتفاق نهائي مع مؤمن زكريا لتجديد عقده وتمديد عقد سعد سمير ومحمد الشناوي ونصر ماهر. اما في موضوع الاصابات، فاكد خالد محمود طبيب النادي الاهلي ان كل الامور الخاصه بعلاج وتاهيل علي معلول الظهير طبعا الايسر للفريق ماشيه بشكل كويس جدا بعد الوقوف على الطريقه النهائيه لعلاج اللاعب، واستبعاد فكره التدخل الجراحي لعلاجه من الاصابه بالتمزق في العضله الضمه. وقال ان اللاعب هيبدا النهارده برنامجه التاهيلي على هامش تمرين الفريق الجماعي بعد رجوعه من بلاده بعد طبعا الخضوع للفحص الطبي تحت اشراف الجهاز الطبي لمنتخب تونس. كمان الجمهورية قالت ان دخل الجهاز الفني للنادي الاهلي في سباق مع الزمن عشان يقدر ان هو يجهز الفريق لمباراة الاياب قصاد وفاق سطيف الجزائري في اياب المربع الذهبي لدوري ابطال افريقيا. وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي من الجهاز الاداري للفريق تجهيز تسجيلات لمباريات وفاق سطيف الجزائري وللعبها في الدوري الجزائري. وكان سطيف حقق الفوز على فريق مولودية وهران 1-0 وقسنطية 2-0، وكمان بيسعى دلوقتي كارتيرون ان هو يدرس اخر المستويات اللي وصل ليها وفاق سطيف بعد مباراه الذهاب. وفي نفس الوقت طلب كارتيرون من معاونيه في الجهاز الفني ان هم يعملوا تقرير مفصل عن مستوى لعيبه النادي الاهلي المتواجدين حاليا في صفوف المنتخب الاول والاولمبي كمان، من خلال متابعتهم لمشاركات اللعيبه مع المنتخبين في المباريات خلال الايام اللي فاتت، وخصوصا طبعا ان لعيبه الفريق الدوليين هيرجعوا ان شاء الله للتدريبات مع الفريق قبل ما يسافروا للجزائر مباشره. الأخبار المسائي قال إن الجهاز الفني للنادي الأهلي
حط خطه لتجهيز اللعيبه المصابه واللي راجعين من اصابات للوصول لخلو من قائمه المصابين طبعا من غير اي استثناءات غير اجايي وعلي معلول واللي محتاجين فتره علاجيه طويله. رفض الفرنسي كارتيرون ان هو ياخد اي اجازه او يسافر لبلاده، وكان مصر ان هو يتابع مراحل التاهل للعيبه، وكمان لان هو عايز يلعب مباراه وديه عشان يجرب بعض العناصر، وعمل اجتماعات مع الجهاز الفني ولجنه الكوره لمناقشه ملف الصفقات الشتويه. دي كانت اهم منشطات وتفاصيل الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي من خلال الجرايد. دلوقتي بقى تعالوا نشوف اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي لكن على مواقع الانترنت. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: الاهلي يبدا الاجراءات الاداريه للسفر للجزائر. الفجر: الاهلي يبدا الاستعداد لمواجهه فاق سطيف. الوفد: الاهلي يخوض وديه الاثنين المقبل لاعداد اللاعبين. سوبر كوره: علي معلول يبدا في تنفيذ البرنامج العلاجي اليوم. كوره: اصابه معلول تفتح باب عوده حسين السيد للاهلي. الوطن سبورت: فحص طبي لسعد سمير في الاهلي لتحديد موعد مشاركته في التدريبات. بوابة أخبار اليوم: فحص طبي لمهاجم الأهلي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: إسلام محارب دوري الأبطال حلم جيل وقادرون على التأهل من الجزائر. الأهلي يتوج بدرع دوري الكاراتيه للناشئين والناشئات. النجدي يسبق بعثة اليد للكوت ديفوار. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: رجال سله الاهلي يواجه الجزيره. نروح معاكم لاهم تفاصيل المنشطات اللي اتكلمنا عليها دلوقتي، وهنبتدي من الموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكوره في النادي الاهلي قال ان النادي الاهلي بدا في الترتيب لسفر بعثه الفريق للجزائر. وقال كمان محمد يوسف انه تم الانتهاء من الاجراءات الخاصه بالحصول على التاشيرات الخاصه بالسفر واجراء اتصالات مع المسؤولين في السفاره المصريه في الجزائر عشان ينسقوا لملعب التدريب وفندق الاقامه. كمان الفجر قالت ان الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي استأنف النهارده السبت تدريباته استعدادا لمواجهه وفاق سطيف الجزائري في اياب دور نصف النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا. الفريق بدا التدريب النهارده الساعه 5 على ملعب مختار التتش في الجزيره بعد حصول اللعيبه على راحه لمده 48 ساعه بعد الفوز على الترسانه في كاس مصر. كمان الوفد قال ان محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره في النادي الاهلي قال ان الجهاز استقر على خوض مباراه وديه يوم الاثنين اللي جاي هيتحدد طرفها الثاني خلال الساعات اللي جايه. يوسف قال ان الهدف من المباراه الوديه تجهيز اللعيبه لمباراه وفاق سطيف الجزائري. سوبر كوره قال ان التونسي علي معلول ظهير ايسر النادي الاهلي هيبدا النهارده في تنفيذ البرنامج العلاجي عشان يتعافى من اصابته الاخيره واللي محتاجه فتره علاج لا تقل عن 3 شهور. الدكتور خالد محمود طبيب النادي الاهلي قال ان كافه الامور الخاصه بعلاج وتاهيل علي معلول ماشيه بشكل كويس جدا بعد الوقوف على الطريقه النهائيه لعلاج اللاعب واستبعاد طبعا فكره التدخل الجراحي. طبيب النادي الاهلي قال ان طريقه علاج اللاعب هتعتمد على حقنه بمجموعه مختلفه ومتنوعه من الحقن اللي تقدر تساعده على تجديد نشاط العضله الضمه مع اخضاعه لبرنامج تاهيلي محدد لتجهيزه للعوده مره ثانيه للتدريبات ان شاء الله. موقع كوره قال ان الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون بيدرس فكره عوده حسين السيد ظهير الفريق المعار للاتفاق السعودي في يناير اللي جاي وانهاء اعارته قبل 6 شهور من انقضاء التجربه. وقال مصدر مسؤول في الجهاز الفني ان فكره رجوع حسين السيد هتتم دراستها في المرحله اللي جايه بعد اصابه التونسي علي معلول بتمزق في العضله الضمه وغيابه لفتره طويله. كمان الوطن سبورت قال ان سعد سمير مدافع النادي الاهلي خضع لفحص طبي النهارده قبل ما ينطلق التدريب الجماعي، وبناء على نتيجه الفحص الطبي هيتحدد مشاركه سعد سمير في التمرين النهارده بعد ما يطمنوا على حالته. وخضع مدافع النادي الاهلي لتدريبات تاهيليه قويه تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل، وخلاص اصبح اللاعب جاهز بصوره كبيره للمشاركه في التمرين الجماعي وفقا لنتيجه طبعا الفحص الطبي اللي خضع ليه النهارده. سعد كان بيشتكي من اصابه في العضله الخلفيه بعدته
عن المشاركة مع النادي الأهلي في المباريات الرسمية والتدريبات الجماعية. بوابة أخبار اليوم قالت أن صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي بيخضع لفحص طبي النهاردة تحت إشراف خالد محمود طبيب النادي الأهلي عشان يحدد ميعاد مشاركته في التمرين الجماعي. مهاجم النادي الأهلي كان اشتكى من إصابة بشد في العضلة الأمامية، وبناء على الفحص الطبي هيتحدد برضو ميعاد مشاركة اللاعب في التمرين الجماعي للفريق. الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان اسلام محارب لاعب النادي الاهلي اكد ان كل اللعيبه في حاله تركيز كبيره جدا استعدادا لمواجهه فاقس طفل الجزائري، اللقاء المهم جدا يوم 23 اكتوبر الجاري في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، والمقرر ان هو هيكون على ملعب 8 مايو 1945 في ولايه سطيف الجزائريه. قال ان التتويج بدوري ابطال افريقيا بيعتبر حلم للجيل ده من اللعيبه من اجل اضافه بطوله جديده لدولاب بطولات النادي الاهلي العودة من جديد لاعتلاء عرش القارة وتمثيلها في كأس العالم للأندية بعد غياب من عدة سنين. وقال محارب قطعنا خطوة جديدة أو جيدة جدا في مشوار الوصول للمباراة النهائية في دوري الأبطال، ولم يعد يتبقى أمامنا سوى الاجتهاد وأن يحالفنا التوفيق في مواجهة وفاق سطيف الجزائري من أجل قطع بطاقة التأهل للمباراة النهائية. وكمان قال محارب نعد الجماهير جماهير النادي الأهلي بتحقيق نتيجة إيجابية في الجزائر للفوز والوصول للمباراة النهائية على حساب وفاق سطيف الجزائري. كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال إن هاني النجدي مدير الفريق الأول لكرة اليد الرجال تقرر ان هو يسافر لكوت ديفوار قبل بعثة الفريق ب 48 ساعة، ويسبق النجدي البعثة لأبيدجان للاطمئنان على كافة الامور قبل وصول الفريق للمشاركة في بطولة افريقيا للأندية ابطال الدوري، واللي بتقام في كوت ديفوار خلال الايام اللي جاية، وبتنطلق رحلة الفريق فجر الاثنين للمغرب عشان يخوضوا فترة اعداد قصيرة في مدينة الدار البيضاء قبل التواجد في أبيدجان عشان يخوضوا منافسات البطولة. وعشان نطمن برضو اكتر على استعدادات النادي الاهلي لمواجهه وفاق سطيف الجزائري ان شاء الله يوم 23 اكتوبر الجاري، معانا دلوقتي عبر الهاتف احمد كيوان مراسل قناه النادي الاهلي من تدريب النادي الاهلي دلوقتي على ملعب مختار التتش. مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير عليك سيما، مساء الخير على كل متابعي ومشاهدي شاشه النادي الاهلي في كل مكان. طمنا على فريق النادي الاهلي واستعداداته طبعا لبطوله او اياب دوري ابطال افريقيا في الجزائر وحاله المصابين كمان. بالتاكيد فيما الاهلي يستعد بكل تركيز وبكل قوه لخوض اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا امام وفاق الطيب في منطقه الجزائر. اكيد مباراه قطع النادي الاهلي فيها شوط كبير بالوصول الى الاميره الجليله التي غابت عن النادي الاهلي سنوات. النهارده عاوز اتاكد ان التمرين بتاعي قويه جدا من تركيز بدني كتير جدا من اللاعبين، كل اللاعبين بتشارك حتى بعض الغيابات هتكلم عنك فيها هتكلم معاك فيها، وكمان اللعيبه كانوا مصابين الحمد لله شفناهم النهارده بيشاركوا في التمرين. سعد سمير شارك النهارده في التدريب؟ اكيد سعد سمير قدامي دلوقتي حاليا في التمرين الاساسي وليس كمان الفرعي، لان انت عارفه ان بعض التمرينات بتبقى فرعيه لبعض المصابين، فمحمد اكيد بياخد تمرينات نوعيه مرتبطه بالحاله اللي هو كان مصيب عليها من فتره طويله. بالتالي النهارده سعد سمير موجود، صلاح محسن موجود، اسامه عاشور موجود، يمكن غياب بقى كان باسم علي برضه كان مصيب وموجود النهارده كمان بيشارك. طبعا في لعيبه متقاعده افريقيه بيدو جانب موجود، اما بالنسبه لاغلب اللاعبين طبعا لاعبين بالنسبه لتاريخ كوليبالي فطبيعي جدا عشان مع منتخبه منتخب مالي، الشناوي مع منتخب مصر، كذلك ايمن اشرف ووليد نزارو مع منتخب المغرب، غياب علي معلول باصابته، سيف اكرامي مش موجود النهارده لانه اخطر الجهاز الفني بغيابه لظروف خاصه، اما الحراس موجود النهارده علي دوسي مع مصطفى شوبير ورمضان مصطفى احد الصاعدين من فريق امل للنادي الاهلي. يمكن النهارده محمد نجيب يستكمل علاجه وجلساته العلاجيه والاستشفائيه في تمرين خاص في جزء من الملعب، يمكن كمان برضه حضر التمرين نجمي النادي الاهلي السابقين محمد فضلي كواحد من اعضاء لجنه التعاقد في النادي الاهلي وكابتن رضا شحاته متواجدين على بس الثلاث ثابت التمرين. التمرين هو بدني بحت من بدايه اليوم، اكيد يمكن دي تعليمات من الجهاز الفني لرفع الكفاءه البدنيه للنادي الاهلي، مواجهه صعبه ومواجهه مهمه امام فريق وفاق الصيف،
اعتقد ان الاهلي جاهزيته وتركيزه وده انا شايفه قدامي ويمكن لمسته ووصل لك الرساله ان النادي الاهلي جاهز جدا لهذه المباراه، تركيزه عالي جدا ان شاء الله ان شاء الله يوصل للهدف برضه دي والهدف اللي احنا كلنا عاوزينه كهدف. هل هيبتدي النهارده علي معلول ان شاء الله برنامجه التاهيلي والعلاجي؟ علي معلول حتى العيال لما بيظهر في الملعب ما لسه ما تكررش برنامجه مدته قد ايه بالتحديد، في بعض التكهنات انها بتقول عشان يعني بخبره الناس بتكتب عن الصحف ان طبيعه العضله لما بيجي لك مثلا عضله معينه فممكن من شهر لشهرين، لكن ده اجتهاد واقعيا لسه ما تحددش المده الفعليه اللي علي معلول عاوز يدخل الملاعب او بدايه نزوله الى التفاصيل اكثر، لكن دي الحاله الموجوده هي حاله من التركيز لكل اللاعبين المتواجدين بخلاف اللعيبه اللي انا قلت لك عليهم خارج التمرين بسبب منتخب او بسبب كمان عدد من اللاعبين ما ذكرتهمش ليك، لكن الاستاذ احمد حمدي وكريم بنزل وكزار واكرم توفيق مع المنتخب احنا دول في المباراه المعسكريه. شكرا ليك احمد كوار مراسل قناه النادي الاهلي من تدريب النادي الاهلي دلوقتي على ملعب مختار التتش. معادنا دلوقتي مع اهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. الاهرام المنتخب يهزم سوازيلاند برباعيه في الشوط الاول وتراجع بلا مبرر، خلال الثاني الفريق الضيف يحرز هدف جميل في الشباك الشناوي ويحرج رفاق اجيري. للاخبار المسائي حفله اهداف في سوازيلاند. أخبار اليوم في الجولة الثالثة من تصفيات أمم الكاميرون 2019، منتخب الفراعنة يهزم سوازيلاند برباعية، لاعبو مصر يصومون عن التهديد في الشوط الثاني وحزن لإصابة صلاح. المساء المنتخب شوط رهيب وشوط غريب، الفراعنة خلصوا على سوازيلاند بالأربعة في الأول واستقبلنا هدف بلا معنى في الثاني. الشروق أجيري يستبعد صلاح من مواجهة إسواتيني. في الجول هاني رمزي المنتخب لن يضم بديل لصلاح ووعد للجماهير. الأهرام المسائي أو فيتو اليوم عمرو طارق يخضع للأشعة لتحديد حجم الإصابة. وان تري رغم الإصابة أجير يضم النني وطارق حامد في رحلة الفريق غدا لسوازيلاند. اليوم السابع اتحاد الكره يعيد لهيطه للمنتخب عقب موقعه 16 اكتوبر امام سوازيلاند. البوابه نيوز ايهاب لهيطه ينفي عودته للمنصب بصفوف الفراعنه. محمد كامل يعد بطفره في ارضيه استاد السلام. صدى البلد المقاولون العرب يستضيف انفي وديا استعدادا لمباريات الدوري الممتاز. في الأخبار المساء العشر مباراة الكأس الدفعة أو دفعة معنوية للاعبي الحرس. المساء الاتحاد ملك سلة العرب استعاد اللقب بعد غياب 16 سنة بفوز على بيروت بفارق 4 نقاط، 25,000 جنيه لكل لاعب مكافأة فورية من مصالحه. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبنوصل دلوقتي معاكم لاهم التفاصيل الخاصه بالاخبار المحليه. نبتدي مع الشروق. الشروق قالت ان خفيار اجاري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الاول قرر السماح لمحمد صلاح نجم المنتخب ونادي ليفربول الانجليزي ان هو يرجع لناديه وما يشاركش في مباراه اسواتيني يوم الثلاثاء اللي جاي بسبب طبعا الاصابه اصابه محمد صلاح. وكان اشتكى صلاح خلال مباراه امبارح يوم الجمعه قصاد سوازيلاند من اجهاد في العضله الضامه وتم فحصه طبيا وكمان عمل اشعه على موضع الشكوى بعد المباراه، وتواصل الدكتور محمد ابو العيله طبيب المنتخب والجهاز الطبي لنادي ليفربول وعلى هذا الضوء وضوء النتائج طبعا اتخذ القرار باستبعاد اللاعب نظرا لصعوبه لحاق اللاعب بالمباراه اللي جايه.
في الجول كمان قالت ان هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر قال ان الجهاز الفني بقياده خافيار أجيري فضل عدم ضم بديل لمحمد صلاح والاعتماد على العناصر الموجوده. رمزي قال ان المنتخب بيمتلك عناصر كثيره تقدر ان هي تعوض غياب محمد صلاح واللي بنتمنى له اكيد الشفاء العاجل، واكد ان اصابه محمد صلاح مؤلمه للكل. رمزي كمان قدم وعد للجمهور او للجماهير المصريه بان الاداء هيتحسن في الفتره اللي جايه ان شاء الله. كمان الأهرام المسائي قال إن هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الوطني قال إن برغم الارتياح للفوز على سوازيلاند إلا إن الجهاز الفني بقيادة أجيري مش راضي على أداء الفريق في المباراة، وأكد على إن المباراة أظهرت العديد من الأخطاء الفنية واللي هنسعى إن احنا نعالجها قبل السفر لسوازيلاند. فيتو قال ان عمرو طارق مدافع المنتخب الوطني هيخضع النهارده السبت للاشعه والفحص الطبي عشان يحددوا حجم اصابته، اصابه تعرض ليها خلال مباراه امبارح قصاد منتخب سوازيلاند، عشان يحسموا مصيره من مشاركته في لقاء العوده في سوازيلاند يوم الثلاثاء اللي جاي. عمرو طارق ساب ملعب المباراه امبارح بسبب الشد العضلي وهو الاقرب للخروج من حسابات أجيري في لقاء العوده. اليوم السابع قال ان مجلس اداره اتحاد الكره برئاسه هاني ابو ريده استقر على رجوع ايهاب لهيطه مدير المنتخب الوطني السابق عشان يشتغل في نفس منصبه بعد مباراه سوازيلاند اللي جاي والمقرر ليها يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله في الجوله الرابعه في التصفيات المؤهله لامم افريقيا 2019 في الكاميرون. قرار الجبليه جه بعد حاله تخبط ضربت معسكر المنتخب استعدادا لمباراتي سوازيلاند. اشتكى أجيري المدير الفني للفراعنه من عدم جاهزيه ملاعب التدريب وعدم توافر الادوات اللازمه للتدريبات، ده غير طبعا ازمه توفير طياره خاصه للمنتخب واللي تم حسمها في اللحظات الاخيره. اما بقى البوابه نيوز فقالت ان ايهاب لهيطه مدير المنتخب الوطني السابق نفى كل اللي اتقال مؤخرا على الساحه الاعلاميه بشان رجوعه لمنصبه القديم ضمن الجهاز الفني الجديد بقياده المكسيكي خافيار أجيري مدير الفراعنه السابق خلال تصريحات قال فيها ان هو ما جالوش اي اتصالات لحد دلوقتي من مسؤولين الجبليه عشان يرجع مره ثانيه لمنصبه القديم. الوطن سبورت قالت ان محمد كامل رئيس شركه استادات صاحبه حقوق استاد السلام قال ان هو بيوعد بتطوير ارضيه الملعب خلال الفتره اللي جايه بعد الضغط الكبير اللي واقع عليه من كثره المباريات عشان يظهر بصوره كويسه وتليق بالاحداث الكرويه اللي بيستضيفها الملعب، وكان اخرها طبعا مباراه مصر واسواتيني في اطار التصفيات المؤهله لامم افريقيا 2019 في الكاميرون. واوضح كامل ان شركته وقعت العقود مع مسؤولين هيئه الانتاج الحربي قبل فتره قصيره وان هم بيشتغلوا دلوقتي بكل جهد على تطوير كل التجهيزات الخاصة بالملعب عشان يظهر بصورة كويسة جدا نظرا لما يتمتع به الاستاد من خصائص بتضمن له التميز وسرعة الاستجابة للتطوير. أخبار المسائي قال إن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول في نادي حرس الحدود اتكلم عن ارتياحه بعد تحقيق الفوز الأخير على فريق النجوم في دور ال 32 من كأس مصر والتأهل لدور ال 16، وقال كمان إن دي دفعة معنوية للعيبة الفريق بعد فترة توقف الدوري، وقال كمان إن تواجد اللعيبة في المركز الأخير في جدول مسابقة الدوري المصري ممتاز تسبب في تشتت أذهان اللعيبة وشدد طبعا على إن اللعيبة كان عندهم إصرار في الفوز على النجوم عشان يرجع مره ثانيه او ترجع مره ثانيه للانتصارات بعد الهزيمه الاخيره في الدوري قصاد طلائع الجيش. وكمان اتكلم العشري على ان الجهاز الفني بيسعى خلال فتره توقف الدوري ان هو يجهز اللعيبه المصابين عشان يقدر يستعين بيهم في الفتره اللي جايه، وشدد طبعا على ان الفريق في احتياج لكل نقطه من المباريات اللي جايه عشان يخرج من منطقه الخطر. دلوقتي مع اهم اللي اتقال واللي جه في السوشيال ميديا، وهنبتدي مع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي واللي نشر على تويتر صوره من احتفاليه النادي امبارح لتكريم ابطال حرب اكتوبر وكتب: النادي الاهلي الذي انشئ على الوطنيه يكرم اولاده من جيشنا المصري الذين شاركوا في حرب اكتوبر المجيده، حرب استعاده الارض والكرامه، عظمه مصر موجوده في النادي الاهلي. كمان استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي نشر على تويتر صوره من الاحتفاليه وكتب: معقل الوطنيه يحتفل باعضائه من ابطال اكتوبر.
نشر احمد ياسر ريان لاعب النادي الاهلي صوره على الانستغرام من مباراه النادي الاهلي الاخيره مع الترسانه في كاس مصر، وفي خلفيه احد صور جماهير النادي الاهلي العظيمه وكتب جمهوره ده حماه. ناصر ماهر كمان لاعب النادي الاهلي نشر صوره ليه على الانستغرام من مباراه المنتخب الاولمبي مع نظيره الاماراتي الود امبارح وكتب ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. نروح بقى لفوز المنتخب امبارح على اسواتيني او سوازيلاند سابقا 4-1 في تصفيات امم افريقيا. صفحه الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا على تويتر نشرت صوره من المباراه امبارح وعلقت وقالت المنتخب المصري واصل انتصاراته ويتجاوز ضيفه اسواتيني بنتيجه 4-1 سجل للفراعنه احمد المحمدي عمرو ورده محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح. كمان نشرت الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني على انستجرام صورة للنجم محمد صلاح وكتبت بهدفه الرائع اليوم محمد صلاح أصبح الهداف التاريخي لمنتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية وبرصيد 13 هدف. كمان صفحة كأس العالم على تويتر نشرت صورة لمحمد صلاح وعلقت مصر تفوز على سوازيلاند 4-1 في تصفيات أمم أفريقيا، هذا الرجل كان ضمن التشكيلة وأحرز مباشرة من ضربة ركنية. كمان صفحة نادي ليفربول الإنجليزي على تويتر احتفلت بهدف محمد صلاح وكتبت يا له من هدف يا صلاح، هدف رائع حقا. وكمان نشر أحمد المحمدي كابتن المنتخب صور على الانستجرام من المباراة وكتب 3 نقط ومن الجيد إحراز هدف. كمان محمد النني نشر صورة على تويتر وكتب فوز كبير أمس فلنستمر في العمل سويا يا رجال. كمان تريزيجيه واللي احرز الهدف الثالث نشر صوره على صفحته على تويتر وعلق الحمد لله. عمرو ورده كمان واللي احرز الهدف الثاني نشر على صفحته على الانستغرام صوره لاحتفاله بالهدف وكتب فوز كبير وهدف مميز. كمان نشر علي غزال صوره لي على تويتر من المباراه وكتب الحمد لله على كل حال ان شاء الله القادم افضل. باهر المحمدي لاعب المنتخب برضه نشر صوره على مع محمد صلاح على الانستغرام وكتب مبروك لمصر. ومن المنتخب بقى نروح لكابتن سيد معوض لاعب النادي الاهلي السابق واللي نشر صوره مع علي معلول على تويتر وكتب الف سلامه عليك يا احسن باك ليفت في افريقيا. عالميا نشر الفرنسي انطوان جريزمان على تويتر صوره مع باكبا ومبابي وديمبلي في ديزني لاند في باريس وكتب زياره قصيره لصديقنا ميكي شكرا ديزني لاند باريس. كمان بول باكبا نشر على صفحته على انستغرام فيديو قصير من زياره ديزني لاند في باريس وكتب ميكي كان سعيد برؤيه الاولاد الفرنسيين، تعالوا نروح نشوف الفيديو. معادنا دلوقتي مع فاصل، بعد الفاصل هيكون معانا ناقد الرياضي والستايلز رامي رجب. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبنوصل دلوقتي لفقرتنا الاخيره ومنورنا فيها اكيد استاذ رامي رجب الناقد الرياضي في الدستور. مساء الخير على حضرتك منورنا. الله يخليك يا استاذه شيماء، منوره وسعيد انا موجود في قناه الاهلي. الله يخليك. طبعا في البدايه كده هنتكلم عن مباراه امبارح، مباراه منتخبنا الوطني الاول قصاد سوازيلاند، المباراه اللي انتهت ب4 اهداف لهدف واحد. شفت اللقاء ده ازاي؟ يا حقيقه يمكن لعيبه المنتخب حيرونا امبارح، يمكن شوط اول اكثر من رائع، كان في شراسه هجوميه قدرنا يعني الصعب اللي احنا نعمله مع منتخب صغير اللي احنا نقدر نجيب اجوان في اول 10 دقائق. الشوط الاولاني كان منتخب والشوط الثاني منتخب ثاني خالص. ده حقيقه يعني الصعوبه كانت في الماتشات السهله دي متقابل فرقه سهله ان انت تقدر تهز شباكه في اول 10 دقائق، يمكن جبنا جونين في اول 10 دقائق وكانت الامور سهله جدا ان احنا نتعامل مع المباراه باحسن من كده كتير جدا، ولكن جبنا جونين وبعدها 4 اهداف، ولكن الشوط الثاني تغير الاداء تماما. تشعوري ان بقى هناك ثقه في بالنسبه للعيبه المنتخب ان هم اذا خلاص الفوز بالنسبه لهم بقى متاح بشكل كبير جدا، وتراجع اداء المنتخب في الشوط الثاني. يمكن برضو خلينا نقول ان اجيري في بعض الاخطاء وقع فيها في هذه المباراه، يمكن
التغييرات اللي كانت موجوده، حتى يمكن ما كانش فيه تغييرات مؤثره، حتى تريزيجيه اللي كان بيأدي اداء كويس جدا مع المنتخب امبارح خرجه لاعب طارق حامد، انا مش عارف ليه كان بيحافظ على النتيجه رغم ان انت بتقابل منتخب صغير جدا. صحيح. منتخب انت فزت عليه في 2013 10-0 في مباراه وديه. اللقاء امبارح ده كان المفروض يخلص كام؟ على يعني انا وجهه نظر انا يعني 6 يعني هنقول يعني زي مباراه النيجر احنا ممكن نفوز 6، ولكن انا يعني في بعض الاخطاء اللي وقع فيها اجيري واللعيبه، يمكن المفروض كان في تعليمات من الشوط الثاني اللي احنا يديهم تعليمات ان هم لازم يحافظوا على نفس الاداء ده في الشوط الثاني، ولكن الاداء اتغير بشكل كبير جدا. حتى تغييراته انا كان في علامات استفهام على تغييراته، احنا المفروض ان احنا حتى ممكن نلعب باثنين راس حربه في هذه المباراه، مفيش مشكله خالص. انت بتقابل منتخب لسه صغير في السن، كان المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء بيوم اكد ان هو بيقول انا عارف ان انا بقابل منتخب قوي، انا نفسي يعني امنيات ان احنا نحقق ان احنا نجيب جون نحرز هدف في منتخب مصر الكبير اللي عنده لعيبه كبيره جدا، وفعلا هو ده يعني هو حقق وتعامل مع المباراه. شفت هدفهم ازاي؟ طبعا يمكن كان في ده تهاون، يمكن كان في تراخي من طارق حمد في الكوره ديت في الدفاع. انت عارف ان هو اصلا ما بداش تشكيله المباراه عشان كان عنده، لو خد انذار في هذه المباراه مش هيغيب عن المباراه. صحيح. المباراه العوده اللي هتقام يوم الثلاث اللي جاي، فكان في انت عارف الكره اتقطعت منه. طبيعي طارق حمد من النوع اللي بيبقى عنده شراسه دفاعيه كبيره، ولكن هو ما قدرش يتعامل مع الكوره بشكل كبير جدا، خاف ان هو يلتحم مع لاعبي سويسلاندا، وبالتالي برضو محمد الشناوي اخطا. يمكن الكوره دايما تعليمات للحراس المرمى ما يكون الكوره في وسط ملعبك، حاول ان انت تاخد تبقى في قدام يعني قدام عند في 6 يارده كده، عشان خاطر لو في كوره حاجه زي كده ممكن تتعمل تيجي هدف، وهم عملوها قبل كده برضو في الشوط الاولاني، ولكن طبعا يمكن اللاعب سويسلاندا اتعامل مع الكوره بشكل كبير جدا، خد الكوره وما رضيش يوقفها وسقطها لمحمد الشناوي. يمكن الشوط الثاني انا لو اديت المنتخب يعني 9/10 هديله الشوط الثاني، انا بعتقد انا 3/10. اولا بسبب انت فايز 4 ما قدرتش تحرز هدف في الشوط الثاني، بالعكس الاداء كان متراجع بشكل كبير جدا في الوقت اللي سويسلاندا اتعاملت مع المباراه بجديه، رغم ان هم خبراتهم مش كبيره جدا وغير مصنفين، ولكن قدروا يتعاملوا مع المباراه بشكل كبير جدا. برضو يمكن يعني علامات استفهام كتيره جدا على ضم احمد حسن كوكا، يمكن احمد حسن كوكا دايما يمكن طوال الفتره اللي فاتت دي لعب مباريات كتيره جدا مع المنتخب ولم يؤدي ولم يقدم الاداء المنتظر منه. احنا ما بنتعاملش مع المباراه يعني انا كمدير فني انا بتعامل مع اللعيبه بادائهم في الملعب، وليس هم محترفين بره ولا لا. فالواضح كده ان الفتره اللي فاتت ديت كان كوبر بعدها مصر اجيري ضم احمد حسن كوكا بيتعامل معاه ان هو محترف، ولكن هو ما بيجي مع المنتخب ما بيأديش. في عناصر كتيره موجوده وبتأدي، وليد سليمان في النادي الاهلي ليه علامات استفهام ما بيتضمش ليه؟ يعني لازم ياخد صحيح. فرصه زي ما انت اديت فرصه لوجوه جديده في ماتش النيجر والماتش اللي فات ده، لابد ان في ناس كتير. اسلام عيسى لعيب كويس في المصري، في لعيبه موجوده، في محمود علاء في نادي الزمالك، لابد الناس دي تاخد فرصه. انما محمد حسن كوكا انا علامه استفهام كبيره جدا على ان هو يلعب في المنتخب المصري، واعتقد ان هو حتى يمكن كبر في كاس العالم استبعده، يعني قعد فتره طويله جدا استبعده، مش عدم اقتناع بيه طالما انت يعني هو قعد. انا كنت من وجهه نظري وبتكلم دايما بقول صلاح محسن لو خد فرصه في المنتخب قبل كاس العالم بسنه ونقدر نديله فرصه اكتر من مره، اللاعب ده كان هيبقى له مؤثر، لعيب صغير عنده طموح كان يقدر ياثر ويقدر يظهر بشكل كويس مع المنتخب في كاس العالم. انما ولكن برضه ضم احمد حسن كوكا وهو مش مقتنع بيه، وفي الاخر وكلامي صحه كلامي ان هو تم استبعاده من كاس العالم وبعد ضمه فتره طويله. فيعني احنا كسبنا 3 نقاط، ولكن في علامات استفهام. النقطه الاخطر والخطيره بقى الفتر يمكن في هذه المباراه، يمكن كان كلام كتير جدا حصل ما بين الطبيب المنتخب طبيب ليفربول وطبيب المنتخب الدكتور محمد ابو العيله على محمد صلاح انه عنده شايف ان محمد صلاح اصلا ما كانش المفروض يلعب المباراه دي. لا هو لو انت هتنزليه يبقى تديله شوط، يعني مثلا انت اطمئنت للنتيجه 4-0 في الشوط الاولاني، لو انت عاوز تلعبيه عارفه ان ده لعيب كبير والمنتخب ما يستغناش عنه، ولكن انا لو حسيت ان اللاعب ده عنده ارهاق خلاص انا اطمنت للنتيجه 4-0، اعتقد النتيجه كده مطمئنه بشكل كبير جدا طبعًا. ونقدر نزود يعني نقدر طبعًا. نزود بعدد من السكور. كان المفروض محمد صلاح في الشوط الثاني كان خرجه
على الاقل نستفاد منه في المباراه القادمه. دلوقتي خلاص يعني محمد صلاح مش موجود في مباراه العوده، ودي هتبقى مباراه مهمه جدا رغم ضعف المنتخب، ولا احنا اجيري برده في الاخطاء اللي وقع فيها دي برده ممكن تكلفه كتير في الماتش. لا واكيد ممكن يكون هيتفاداها في اللقاء القادم يعني. هيتفاداها بس لما يكون عندك نجم زي محمد صلاح وانت فايزه 4-0 نريحه، طالما في جدل عليه وفي كلام حصل ما بين طبيب ليفربول وطبيب المنتخب ان الراجل عنده ارهاق، فالمفروض انا اتعامل بذكاء وبحنكه كمدير فني للمنتخب، اديله الشوط الاولاني الامور استقرت، عندنا جايبين 4 اهداف يعني نتيجه كبيره جدا، خلاص يطلع محمد صلاح في الشوط الثاني وادي الفرصه لاي لاعب اخر، وخاصه انت كده كده اطمئنت للنتيجه. فاحنا استفدنا ايه؟ يعني محمد صلاح نزل الشوط الثاني يعني جات له اصابه، وده كان اكيد ان في اعلان الراجل عنده ارهاق، وده تم استبعاد محمد صلاح نجم المنتخب من مباراه العوده اللي تقام يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله. طيب انا عايز اسالك مثلا المنتخب شكله اتغير ازاي تحت قياده اجيري، بس في نفس الوقت احنا ما شفناش اجيري بيقود منتخبنا الوطني الاول غير في مباراه النايجر ومباراه سوازيلاند، فالمنتخبين اصلا مش مقياس ان هم يوروا لنا منتخبنا اصلا عامل ازاي او حقيقته عامله ازاي. يعني انا بقول لحضرتك احنا فزنا 4-0 وفزنا 6-0 وفي علامات استفهام على اداء المنتخب. صحيح. ده معناه ايه؟ ان لسه ما ظهرش بصمات مستر اجيري، خاصه ان انت يعني 4-1 خاصه ان انت يعني ما فيش الماتش اللي 6 وماتش 4-1 لسه برضو الملامح بتاعه المنتخب ملامح مستر اجيري، اعتقد كل الاختيارات الفتره اللي فاتت ديت دي بناء على اختيارات كابتن هاني رمزي، هو اللي اختار كل يعني حتى كان في كلام مع كابتن هاني رمزي لما اعلن مجلس اداره اتحاد الكره تعيينه كمدرب مساعد، راجل جهز نفسه من قبل ما يعلنه رسمي مجلس اداره اتحاد الكره ان هو تم اختياره كمدرب مساعد، بدا محضر داتا لكل اللاعبين اللي موجودين، واعتقد معظم لاعبي المنتخب 90% من لاعبي المنتخب اللي موجودين دلوقتي دي بيختار هاني رمزي هو الادرى، وهو اللي كان موجود مصر اجيري لسه بتعرف عليه. وعشان نحكم على اجيري يعني خلينا في دلوقتي في ناس عندها نظره تشاؤم شويه من اداء اجيري او من طريقه اللعب بتاعت اجيري، الماتش اللي جاي ماتش تونس اعتقد هو هيبقى يكون المقياس الحقيقي للمنتخب ولمصر اجيري، يعني اتمنى ان شاء الله نشوف مباراه افضل، نتمنى يكون التغييرات موفقه، نتمنى الاداء يكون احسن، نتمنى ان يكون الطموح بتاع المنتخب. ايه الفرق ما بين المنتخب الحالي ومنتخب كابتن حسن شحاته؟ يمكن كابتن حسن شحاته طلب بطولات افريقيا 2006 2008 و2010، الفرق فين بقى؟ الفرق ان كان في طموح وفي رغبه للفوز في المنتخب في وقتها، كان اللعيب اللي بينزل يعني كان 3 لعيبه المحترفين، كان احمد حسام ميدو والمحمدي، ويعني ما فيش لعيبه موجوده كتيره كانت موجوده محترفين. صحيح. ولكن كان في اداء وفي رجوله، اللي احنا بنقصنا لحد الان الروح القتاليه في الملعب، اعتقد ان احنا موجودين 12 لعيب محترف في منتخب مصر، فلو في روح مع كثره المحترفين الموجودين في المنتخب مع عدد كبير جدا، بقت القاعده كبيره جدا لاجيري ان هو يختار لعيبه موجوده في الانديه بتتالق، اعتقد ان احنا يكون شكلنا احسن من كده بكتير. اتمنى ان شاء الله ان نتدارك الاخطاء اللي وقع فيها اجيري في الماتشات اللي جايه، واعتقد الماتش اللي جاي مهم جدا لسويسرلندا، اتمنى برضو ان احنا نحقق نتيجه واداء، احنا دلوقتي كوبر مشي من المنتخب رغم ان احنا وصلنا لكاس العالم عشان كنا بيحقق نتيجه بس ما كانش فيه اداء. صحيح. اتمنى يعني النظريه تبقى موجوده، المعادله تبقى موجوده اداء ونتيجه. خلينا نرجع نتكلم برضو على محمد صلاح تاني. محمد صلاح بعد جواب من ليفربول بيطلب من منتخبنا الوطني الأول عدم إشراك محمد صلاح لأن اللاعب مجهد، وبرضو تم التصميم على إشراكه في الشوطين، اللاعب خرج بإصابة، يعني شايف كان ممكن نستغنى عن وجود محمد صلاح عشان على الاقل نضمن ان هو يكون موجود يعني في المباراه القادمه او في لقاء تونس؟ يمكن هو كان في تصريحات للكابتن هاني رمزي قال ان هو لم يصل اي خطاب رسمي لاتحاد الكوره او للمنتخب بعدم مشاركه محمد صلاح، ولكن كان اللي حصل بالظبط ان كان في اتصال تليفوني، ما كانش في حاجه رسميه وصلت ما بين طبيب ليفربول وطبيب الكابتن دكتور محمد ابو العيلة. اعتقد ان انا لو حتى هيتشارك انا من وجهه نظري انا كان يشارك الشوط الاولاني لو انت عاوز تشاركه، اساسي ان انت تطمئن النتيجه، وبعد كده زي ما بقول لحضرتك يعني يتم استبداله في الشوط بدايه الشوط الثاني، يمكن كان الشوط الثاني نبدا الشوط الثاني محمد صلاح مش موجود، ولكن يمكن ما اعرفش ليه الجهاز الفني خاف من المباراه، ليه مستر اجيري انت جايب 4 وممكن تجيب 4 و5 كمان، انا يعني انا علامات استفهام كبيره جدا على الاصرار وعلى استمرار محمد صلاح في الشوط الثاني، ويمكن زي ما بقول لك كده وقلنا دلوقتي ان المنتخب مصر هيخسر لعيب كبير جدا في مباراه العوده، واعتقد ان خروج
النهارده الكابتن محمد صلاح من قائمه مباراه العوده، وتاكيدات الجهاز الفني انه مش هيكون موجود في مباراه العوده، ده اكيد حصلت اتصالات ما بين الجهاز الفني للمنتخب او ما بين الجهاز الطبي للمنتخب والجهاز الطبي لليفربول، وده بناء على الاتصالات دي تم استبعاد محمد صلاح من مباراه العوده. واتمنى ان شاء الله محمد صلاح طبعا لعيب كبير ان هو الاصابه اللي جات له دي هو في شد في العضله، ولكن يعني كان في كلام ان هي بتختلف كتير جدا طبعًا، ممكن يقعد شهرين او ثلاثه طبعا نقول، بس يعني التشخيص المبدئي ان هو شد في العضله، واتمنى له طبعا ان هو يعود بسرعه جدا للملاعب. محمد صلاح لعيب مهم، لعيب عالمي، كل مصر كلها بتدعي له، واتمنى له التوفيق ان شاء الله الفتره اللي جايه. بمناسبه الكلام على محمد صلاح، محمد صلاح دلوقتي مرشح لجائزه البالون دور او الكره الذهبيه من مجله فرانس فوتبول، شايف الانجاز ده عامل ازاي؟ محمد صلاح وقت ما نقول محمد صلاح يبقى كل نحط جنبها مليون انجاز. محمد صلاح اعتقد ان هو ما فيش لاعب مصري سيحقق ما حققه محمد صلاح. محمد صلاح هي رفع سقف الطموح لكل الشباب، الشباب يعني رفع اسم الكره المصريه والكره العربيه بشكل كبير جدا. محمد صلاح لعيب كويس جدا. محمد صلاح يعني عاش فتره صعبه جدا في البدايات، وكان عنده طموح، وهو يعني ميزه هذا الولد ان هو قريب من ربنا قوي جدا. وخلي بالك في عندنا مليون واحد زي محمد صلاح، ولكن التوفيق محمد صلاح ربنا موفقه عشان هو يستاهل. عندنا يعني في لعيبه كتير زي محمد صلاح، وربما في المهاره ممكن تفوق محمد صلاح، ولكن الميزه بتاعت محمد صلاح ان هو قريب من ربنا، مركز قوي، عارف امتى يبقى يكون مركز في تدريباته، امتى يكون مركز في ماتشاته، امتى ما يكونش مركز. فهو دي ميزه عند محمد صلاح، ونتمنى له التوفيق طبعا بغض النظر عن اي شيء محمد صلاح حصل على هذه الجائزه او لم يحصل على هذه الجائزه. يكفي ان هو كان موجود من ضمن افضل ثلاث لعيبه في العالم طبعا، فده انجاز للكره المصريه وانجاز للكره العربيه. شايف بدايه محمد صلاح في الموسم الحالي مقارنه ببدايه محمد صلاح في الموسم الماضي عامله ازاي؟ يعني طبعا يمكن اللي شاف محمد صلاح الموسم الماضي واحرزه حوالي 44 هدف مع ليفربول طبعا، فده كان انجاز كبير جدا. المشكله بس ان محمد صلاح الموسم ده ما بيجيبش اهداف كتير، يعني في صعوبه في احراز الاهداف، وده اللي مخلي الناس كلها بتبص لمحمد صلاح ان مستواه متراجع. محمد صلاح مش مستواه متراجع ولا حاجه، ولكن هو مشكلته ان هو ما فيش توفيق هذا الموسم بس، يعني ولكن يعني البدايه اكيد البدايه كانت الموسم الماضي بدايه قويه جدا لمحمد صلاح. صحيح. البدايه السنه دي الى حد ما مش نفس البدايه، على اساس ان هو الاهداف ما فيش اهداف، بيحرز اهداف كتير، ودي اللي عامله مشكله ودي اللي قلق الجمهور. ولكن محمد صلاح نجم كبير، واعتقد ان هو لو الامور مشيت معاه في ماتش ومباراه ومباراتين ان شاء الله نشوف محمد صلاح بتاع الموسم الماضي ان شاء الله. صحيح. طيب بعيدا عن المنتخب الوطني الاول، نرجع بقى ونتكلم عن البطولات المحليه وبالتحديد على كاس مصر ودور ال 32 لكاس مصر، شفتوا لقاءاته ازاي؟ طبعا يمكن حصلت، يمكن ربما كانت تحصل مفاجات في دور 32، انت عارفه دايما كاس مصر معودنا على مفاجات، ويمكن عارف هي مباراه، هي بطوله المفاجات، هي متعودين على كده، عشان هي مباراه بتخسري فيها بتخرج الدوري، بيبقى بطوله النفس الطويل زي ما بيقولوا. ولكن اعتقد ان يعني كل الانديه يمكن كان في ماتشات صعبه جدا، ماتش طبعا الترسانه على النادي الاهلي، برضو انا بعذر النادي الاهلي، يمكن في غيابات كتيره، في لعيبه موجوده في المنتخب، النادي الاهلي عنده مستشفى. صحيح، ودي حقيقه يعني الله يكون في عون المدير الفني النادي الاهلي، بيعاني كتير جدا، كل ما لعيب يرجع للمباراه بتلاقي لعيب تاني اصيب في عدد كبير جدا من اللعيبه الاساسيه، وانت عندك لو عندك لعيب واحد بس عنده اصابه ولعيب اساسي معاك في الفرقه، لو هو غاب بيعمل لك دربكه، بيعمل لك ارتباك في الفرقه كلها، ما بالك بقى ما بيكون عدد كبير جدا من اللعيبه. يمكن يعني النادي الاهلي رغم يمكن فوزه كان متاخر على الترسانه، ولكن دي مباراه كاس مصر، واعتقد ان انت بتعدي مرحله، ونفس الامر على نادي الزمالك برضو كان في معاناه ان هو يقدر يعدي مركز شباب مينيا السمنود، وده طبيعي جدا في ماتشات كاس مصر، خاصه ان ما يكونش فيها اللعيبه الدوليه بتبقى بتشارك. ولكن طبعا بعيد عن اي حاجه، ما اعتقدش ان حصل اي مفاجات في دور ال 32 لمسابقات كاس مصر. طيب النادي الاهلي طبعا زي ما كنا بنتكلم دلوقتي عنده نقص عددي كتير جدا بسبب الاصابات، شايف باتريس كارتيرون هيتعامل ازاي مع المشكله دي في اللقاء القادم ان شاء الله، لقائنا مع وفاق صطيف الجزائري. طبعا يمكن زي ما بقول لحضرتك كده، يمكن اعتقد ان الفتره الجايه دي هتشهد عوده عدد كبير من اللاعبين، كان عمرو السوليه عادل الماتش اللي فات، يمكن بس اللي ربما اللي يغيب عن الماتش الاياب مع وفاق صطيف علي معلول اصابه، طبعا علي معلول هيغيب ما يقرب من ثلاث اشهر، وفي كلام النادي الاهلي بيسعى ان هو يسافر المانيا لتخفيض المده دي، ان هو لو سافر المانيا ممكن يخفض المده لو دي، يبقى في علاج تاهيل كويس، ممكن ربما يغيب شهر ونص شهرين. طبعا
علي معلول يمكن النادي الاهلي يخسره في هذه المباراه، مباراه مهمه جدا 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 جدا. لعيب عنده خبرات، لعيب دولي بيظهر في الماتشات الثقيله. انا دايما بقول اللعيب ده فورمه او لا، او اللعيب ده عالي ولا لا في الماتشات الصعبه. دايما علي معلول بيظهر وبيبقى له بصمه كبيره جدا في ماتشات الاهلي الصعبه، خاصه في بطوله افريقيا. فالاهلي هيفتقد، ولكن اعتقد ان وليد ازارو راجع، عمرو السوليه راجع، يعني الفتره الجايه في ماتش للنادي الاهلي، ماتش ودي اعتقد ان هو يوم الاثنين اللي جاي، ماتش ودي طبعا بعد تاجيل مباراه الداخليه. كان فيه عنده مباراه للداخليه في الدله الاسبوع الماضي. يعني تجهيز عدد اكبر عدد من اللعيبه، هي هتبقى مباراه صعبه جدا جدا جدا. يمكن انا اتمنى طبعا النادي الاهلي طبعا عنده خبرات كبيره وبطل افريقيا وبيقدر يتعامل مع هذه المباراه، ان الشوط الاولاني يقدر النادي الاهلي يخطف هدف، هتفرق معاه كتير جدا. المباراه ديت عاوزه الخطف، يعني النادي الاهلي. انت كنت شايف ان المفروض في مباراه هنا اللي كانت على دار السلام، على ملعب السلام عفوا، كان المفروض ان هي تنتهي بنتيجه اكبر من هدفين؟ لا، احنا كان نفسنا ان تنتهي بنتيجه اكبر، ولكن انت عارفه دي ظروف يمكن المباراة. لو كانت انتهت ب3-4 لا 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 يعني مش مقياس، هي بتريحك الى حد ما، كل ما العدد الاهداف يزيد بيريحك، ولكن دايما ما بتقدريش تطمني الا في مباراه الاياب ممكن يحصل فيها حاجات كتير جدا. فالنادي الاهلي فاز بهدفين، ولكن لسه الامور بالنسبه له صعبه. انا اتمنى من النادي الاهلي التعامل مع هذه المباراه، وهو طبعا بخبرات وباللعيبه اللي موجوده، باللعيبه الدوليه، بكل النجوم اللي موجوده في الاهلي قادرين يتعاملوا مع هذه المباراه. اتمنى ان النادي الاهلي يحرز هدف في الشوط الاولاني في هذه المباراه، اعتقد الامور هتتغير، هيرفع من معنويات لعيب النادي الاهلي. وفي نفس الوقت يعني سر اللقاء ده هيكون احراز هدف مباراه، يعني هيريحك في هذه المباراه، الامور هتتصعب على وفاق الصيف. يعني طول ما انت هتكون النتيجه 4 على الاقل خالص، احنا 4 اهداف وده هتبقى صعبه جدا، في الوقت اللي هيترفع فيها معنوياتك هيجي لهم احباط ان هم يحرزوا 4 اهداف في النادي الاهلي، فالامور هتبقى صعبه. بغض النظر عن اي حاجه، نتمنى النادي الاهلي يتعامل مع هذه المباراه بشكل كبير جدا، بشكل خبره، بخبراته الكبيره، واي فرصه يا ريت اي فرصه تتاح للنادي الاهلي لوليد ازارو لاي موجود استغلها طبعا. واتمنى ان طبعا صلاح محسن يكون موجود في هذه المباراه. صلاح لعيب كبير صغير في السن، ولكن لعيب عنده. مين اللعيبه اللي ظهروا في المباريات اللي فاتت شدوا انتباهك؟ هو يعني انا دايما بتكلم على صلاح محسن لعيب كويس. مين تاني وجوه جديده شدت انتباهك؟ يعني انا في اللي اتضموا للنادي الاهلي، يعني ما في، يعني ما اقدرش اتكلم على، بس هو صلاح محسن هو اكثر اللعيبه اللي في النادي الاهلي اللي هم بيعجبوني. اسلام محارب برضو بيظهر بعض الفترات، وليد سليمان طبعا نجم كبير في النادي الاهلي. يعني بس هو صلاح اعتقد ان هو اهم لاعب في النادي الاهلي الفتره اللي جايه ديت. لعيب عنده حماس كبير جدا، لعيب عاوز يثبت نفسه في النادي الاهلي، عارف قيمه فانله وقميص النادي الاهلي. اعتقد ان هو لو موجود في هذه المباراه هيكون له عامل مؤثر كبير جدا مع النادي الاهلي في هذه المباراه. وطبعا انت عارفه مباراه شمال افريقيا بتبقى مباراه صعبه جدا. نتمنى النادي الاهلي بس ده يعني يمكن في المباريات اللي فاتت، الماتشين اللي فاتوا ظهروا وجوه جديده على النادي الاهلي. مثلا لو قلنا علي لطفي في حراسه النادي الاهلي، واحمد علاء، وبالنسبه لعلي لطفي بالتحديد لو بس انا علي لطفي هل نقدر علي لطفي يعني هو في بعض الاخطاء وقع فيها في الماتشات اللي لعب فيها، استقباله الخمس اهداف كتير جدا كتير. يعني يمكن في اهداف برضو يسال عنها في الهدف الثاني في مباراه ترسانه، كره في زاويته وعلى الارض ويقدر يمتلك هذه الكوره، بس ولكن ما قدرش يتعامل مع الكوره. وعنده لسه محتاج لسه خبرات. يعني علي لطفي برضه انت عارف عشان تلعبي في النادي الاهلي وتبقى حارس اساسي في النادي الاهلي محتاج خبرات كتيره جدا. فاعتقد هو بقاله تقريبا سنه ما بيلعبش. ما هو بعيد، ما احنا برضه نعذره، ولكن النادي الاهلي مش بس هو ده مركز حراسه المرمى عامه. يعني بس هي مشكله النادي الاهلي، مشكله الانديه الكبيره، ان هو بيديك الفرصه ما قدرتيش تستغليها في مليون واحد من السنه. فدي يعني في لعيب بيستغل الفرصه ويكون بعيد عن المستوى وربنا بيكرمه وبيقدر. طبعا عدم الاعتماد على الشريف اكرامي كان بسبب ان هو عنده وقف في افريقيا فمش هيلعب، وده طبعا تفكير كويس جدا من الجهاز الفني النادي الاهلي. وهي النادي الاهلي زي ما بقول لحضرتك والانديه الكبيره وباذن الله ان شاء الله يكون محمد شناوي هو حارس المرمى. اكيد يعني محمد شناوي امبارح كان موجود، ويمكن في بعض يسال عن الهدف اللي جه فيه مشاركه مع طارق حامد بسبب تقدمه. زي ما بقول لحضرتك كده، المفروض كحارس في المنتخب المفروض يتعامل مع هذه الاخطاء بشكل افضل. انا لما اكون الكره في نص ملعبي اللي انا ممكن اكون راجع في 6 يارد افضل يعني. ولكن محمد شناوي طبعا اكيد هو اللي هيكون الحارس للنادي الاهلي في مباراه الاياب، واتمنى له التوفيق ان شاء الله. يعني علي لطفي اعتقد ان هو المفروض يعني يشتغل على نفسه الفتره اللي جايه اكتر من كده عشان يكون متواجد ويكون
دايما كارتيرون معتمد عليه ان في اي غياب شريف اكرامي او الشناوي بيبقى عنده يعني يعتمد عليه وعنده ثقه في هذا الحارس. طيب خليني اسالك عن الدوري المصري الممتاز، واحنا دلوقتي في الجوله او عدينا بالجوله العاشره من الدوري المصري الممتاز، شفت ايه اهم الظواهر اللي حصلت في الدوري في الموسم الحالي؟ لا ما فيش، يمكن يمكن في عدد كبير من الفرق اللي موجوده دلوقتي، يمكن بس هو بعيد المقصه. انا يعني الموسم الماضي طبعا كان بيقدم مستويات رائعه، بعيد دلوقتي عن المنافسه، خسر عدد كبير من المباريات، يمكن بقت في فرق دلوقتي بتنافس على بطوله الدوري بشكل كبير جدا، ولكن يبقى صاحب النفس الطويل دايما على طول. احنا يمكن في الدور الاولاني في فرق كتير بتظهر وتيجي في الدور الثاني تختفي، فده احنا متعودين، اصحاب النفس الطويل هم اللي بيقدروا ينافسوا على بطوله الدوري زي الاهلي زي الزمالك. يمكن بيراميدز برده بيقدم مستويات رائعه مع هذا الموسم، وعامل حاله موجوده برده مع الانديه الموجوده، وده مدي حماس للدوري المصري. ولكن بعيد عن اي حاجه يعني الدوري هذا الموسم انا بعتقد ان هو من افضل الدوريات في هذا الموسم، ولكن هي النقطه الوحيده اللي بتكلم عليها يمكن مساله التحكيم الفتره اللي جايه، يعني السنه دي كان في كوارث تحكيميه من اصعب المواسم، بدايه طبعا من مباراه الانتاج الحربي والنادي الاهلي، ده كتير يعني الاهلي اتظلم وفي انديه كتير اتظلمت، يعني انا علامات استفهام كبيره، لكن يمكن مباراه النادي الاهلي والانتاج الحربي دي يعني كانت واخده سكسيه كبير قوي. لا ما هو عشان انت في هدفين النادي الاهلي، يمكن اللي صار ازمه كمان ان النادي الاهلي تعادل في هذه المباراه وفاز في هدف صحيح وفي ضربه جزاء يعني غير مشكوك في، يعني هدف ضربه جزاء صحيحه 100%. يمكن التحكيم هذا الموسم في ضغوط كتير جدا على الحكام، في ضغوط انا شايف في ضغوط على الحكام بشكل كبير جدا. الحكم بينزل دلوقتي ما عندوش الثقه بنفسه زي الموسم السابق. يمكن الموسم السابق من افضل المواسم تحكيميه. ازاي نحل مشكله التحكيم؟ لا دي مشكله التحكيم ديت محتاجه الانديه برضو ان هم يقفوا شويه مع الحكام، يعني محتاجه الانديه يعني ايه يعني يستحملوا اخطاء يعني مثلا؟ يعني هو كده كده الحكم هيخطئ، كده كده هيبقى فيه اخطاء. فانا اما ابني مثلا يخطا واتعامل معاه بشكل حاد هيخاف قوي، فممكن يقرر العقاب ده بشكل تاني. فانا برضو الانديه مطالب بيا ان هي الفتره اللي جايه ديت تقف مع الحكام الى حد ما، يعني تدهم الثقه تاني. الحكم لو ما عندوش ثقه فاكيد هيعمل كوارث الفتره اللي جايه دي. وانا برضو انا ما شايف الانديه في بعض الانديه، يمكن النادي الاهلي طلب حكام اجانب، من حقه طالما حس ان هو متضرر من حقه انه يطلب حكام اجانب، ولكن دي بتخلق برضو عدم ثقه بالنسبه للحكام. انا اعتقد الحكام محتاجين تدريبات كثيره، محتاجين ان هم يكون عندهم تركيز في الماتشات كتيره جدا. يمكن الاخطاء اللي بيقع فيها الحكام اخطاء كارثيه، يعني اخطاء بتبقى متشافه، فدي المشكله دي اللي بتعمل الازمه. يعني في خطا انا ممكن انا وانت نتجادل عليه ان ده لا ده ضربه جزاء، لا ده مش ضربه جزاء. لا المشكله بقى لما يكون في ضربه جزاء حقيقيه، دي اللي بتحصل المشكله. صحيح. او تسلل او هدف محقق ما فيش له اساس من الصحه ان تحسبه تسلل، دي بتثير الازمه من هنا في وقت جاي. فالحكام برضو كابتن عصام عبد الفتاح محتاج برضو انه يشتغل الحكام الفتره الجايه. يمكن هو عاملين توامه مع الاتحاد التونسي، انت عاملين توامه مع الاتحاد المغربي خلال الفتره الجايه دي بقى لتبادل الحكام. يمكن في طاقم تحكيم تونسي جه ادار مباراه بيراميدز والمقاولين وظهر بشكل كويس، في برضو طاقم مصري. انت شايف ان التوامه دي مفيده للتحكيم المصري؟ هي يعني هي بتقلل الحديه شويه، ان الحكم ده يقول لك ده اهلاوي او زملكاوي أو, او 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 اي لون، يعني فاهماني، بتقل الحديه شويه بالنسبه للانديه. في انديه دايما متضرره تقول لك يعني مثلا الاهلي او الزمالك الحكام دايما الحكام بيحكموا معاك، فدي بس بتقلل الحديه شويه. ولكن انا على اتحاد الكوره ان كان في توامه كان المفروض يعلنها من بدايه الموسم ان في توامه عن الحاله، مش في يوم وليله. لا مش في يوم وليله، يعني مثلا حتى حكام بيراميدز والمقاولين جم ما بين يوم وليله. يمكن مجلس اداره وافق ان هو يجيب لجميع الانديه ان هم يستقطبوا اي حكام هم عاوزينه ويدفعوا 15,000 دولار، ولكن احنا فوجئنا بعد القرار، كان اجتماع المجلس قبلها بيوم، ان كان في حكام موجودين من تونس في هذه المباراه. اتمنى ان كان يبقى في اتفاقيه كانت تظهر من الاول، يتم الاعلان عنها في مؤتمر صحفي عشان الانديه تبقى كلها تبقى عارفه. ولكن بعد ما الدنيا يعني يصير كتير جدل على الحكام، بدأوا يعلنوا انه في هناك توأمه، وفي هناك توأمه اخرى مع المغرب ومع الاتحاد الجزائري المفروض تفعيلها خلال الفتره اللي جايه. طيب نرجع مره ثانيه للقاء الهام، لقاء النادي الاهلي ان شاء الله مع وفاق سطيف الجزائري يوم 23 اكتوبر الجاري. شايف اللقاء ده هتكون خطورته في ايه؟ يعني طبعا من متابعتك لمباراه الذهاب شفت ايه هي نقط الخطوره اللي موجوده طبعا في الفريق؟ يمكن لعيبه شمال افريقيا كلها لعيبه
ما عندهاش حته الياس، خاصه اللي على ارضها وسط جمهورها بتبقى الماتشات صعبه. يعني دايما ماتشات العامل الجماهير بيبقى الجماهير صعب جدا، واللعيبه نفسها بتبقى نازله، وكمان بالاضافه لعامل الارض، لان المباراه دي تتلعب على مباراه على ملعب نجيله صناعي، فده اكيد ممكن يكون يسبب ازمه للنادي الاهلي طبعا في هذه المباراه. ولكن دايما يمكن مباراه النادي الاهلي او مباراه مصر مع دول شمال افريقيا او مباراه الانديه مع انديه شمال افريقيا بتبقى مباراه صعبه جدا. صحيح. بتبقى مباراه حساسه بالنسبه لي. الفريق بيدخل هذه المباراه وتركيزه كله انه يفوز على سواء منتخب، ان هو يفوز على منتخب مصر او فريق من مصر ان هو يفوز عليه، فتبقى دي بتبقى مباراه صعبه جدا. محتاجه طبعا خبرات كبيره جدا، واعتقد النادي الاهلي عنده لعيبه عندها خبرات كبيره جدا تقدر تتعامل في هذه المباراه بشكل كبير جدا. يمكن النادي الاهلي افريقيا للرجال. يعني صحيح، دي حقيقه. يمكن النادي الاهلي محتاج ان هو يكون مركز بشكل كبير جدا، عنده خبرات، عارف امتى يقف على الكوره، عارف امتى يهجم، عارف امتى يرتد في الدفاع، عارف امتى يعتمد على الهجمه المرتده، ودي خبرات بتيجي مع الفتره الطويله. والنادي الاهلي طبعا انت عارف قميص النادي الاهلي قدام اي فرقه ثانيه بيبقى يخلق نوع من الحماس لاي فرقه بتقابل النادي الاهلي. تتوقع كارتيرون هيعمل ايه في اللقاء ده تحديدا مع الاصابات بقى اللي موجوده دي؟ لا، انا اعتقد ان كارتونون هيعتمد ان هو يحافظ على شباكه، يعني تعليماته الاساسيه ان هو يحافظ على الشباك. طول ما احنا تفايز هنا 2-0 هيحافظ على الشباك، وممكن يعتمد على الهجمه المرتده، يعتمد على كوره، على اوفر، يعتمد على ركنيه. يعني شايف ان هو مش هيلعب مباراه دفاعيه، لا ممكن يلعب مباراه مفتوحه، هيفتح المباراه بس بحذر شويه. يعني انت برضه انت بتقابل المنتخب خاصه الشوط الاولاني هيبقى فيه حذر، هيبقى فيه خوف، هو عاوز برضه يهدي الامور، عاوز يهدي اللعيبه نفسيا، فهو هيعتمد في هذه المباراه على ان هو يقدر يحافظ على شباكه نظيف، في قدر في هجمه مرتده او في كورنر او في كره ثابته او لو ربنا كرمه ضرب جزاء يقدر يحرز هدف، الامور هتتغير بشكل كبير جدا. ولكن هي اهم حاجه في هذه المباراه ان انت تحافظي على شباكك، ما يعني تحافظي على شباكك في الشوط الاولاني. وده كارتونو اعتقد ان هو يعني هيدي جرعه كبيره جدا للاعيبته ان ما يتمش هز شباكه في الشوط الاولاني، يفرق كتير قوي لو ركزوا النادي الاهلي والشوط الاولاني خرج بفوز النادي الاهلي او تعادله، تفرق كتير جدا في معنويات ولاعبي النادي الاهلي في الشوط الثاني. وبغض النظر عن اي حاجه، نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في المباراه، واعتقد ان اتمنى انصاف الفرص، يا ريت اي حد هيجي له فرصه في اي وقت في الشوط الاولاني في الشوط الثاني ان هو يستغلها. الماتشات ديت محتاجه ممكن فرصه واحده تقلب لك المباراه. أكيد. انا اتمنى ان يبقى في تركيز كامل كامل جامد الزمن من بدايه محمد الشناوي لحد راس الحربه، او اي لعيب يتاح له اي فرصه قدام مرمى فاق الصيف، يا ريت اتمنى ان هو يوفق فيها ويحرزها هدف، هتفرق كتير مع النادي الاهلي. أكيد. أستاذ رامي، نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ونرجع لحضرتك تاني يا أستاذ رامي. لسه بنتكلم عن مباريات النادي الأهلي في البطولة الأفريقية، كنت بتكلم عن اللقاء القادم قصاد وفاق الصيف الجزائري، قلت إن ده هيكون لقاء حاسم ولقاء صعب. طبعا يمكن زي ما بقول لحضرتك كده هيبقى طبعا النادي الاهلي انت عارفه قصه مشرفيه اتعود على مثل هذه الاجواء. ما فيش بالنسبه للنادي الاهلي بيتعامل مع كل مباراه، ما فيش مباراه صعبه، ما فيش مباراه سهله، المباراه سواء على ارض او خارج ارضه بيقدر بيتعامل مع المباراه بجديه بشكل كبير جدا. وده اللي مميز النادي الاهلي عن جميع الانديه اللي موجوده في أكيد. مصر، يعني والبطولات الكتيره، مشاركاته في كاس العالم للانديه، ده اكيد النادي الاهلي عارف صعوبه هذه المباراه، وعارف انه بيقابل فريق قوي جدا. صحيح. عنده طموحات كبيره جدا، والجمهور كمان عنده طموح كبير جدا. طبعا النادي الاهلي يعني عود جماهيره من 2013. يعني النادي الاهلي يمكن خد بطوله الكونفدراليه، كانت مهمه بالنسبه للفتره اللي فاتت دي. فالنادي الاهلي طبعا معود جماهيره ان هو ما عندوش مباراه صعبه ومباراه سهله، بيجتهد، بيقدر يحاول بقدر الامكان ان هو يجتهد بشكل كبير جدا، بيبقى عنده روح في اي مباراه صعبه. طبعا يمكن النادي الاهلي معود كمان جماهيره ان ما عندوش حاجه اسمها يعني انتهت المباراه، المباراه ما بتنتهيش مع النادي الاهلي الا بعد صفاره الحكم، ودي هتبقى اعتقد ان هيبقى في مباراه صعبه جدا على النادي الاهلي زي ما بقول لك كده، ومطالب بها النادي الاهلي ان هو يقدر يتعامل معاها بشكل جدي، ويقدر يتعامل معاها وعنده خبرات زي ما بقول لحضرتك، عنده خبرات كبيره جدا. واتمنى طبعا ان يظهر النادي الاهلي ويقدم المستوى المنتظر منه في هذه المباراه، طموحات كل الجماهير المصريه طبعا بغض النظر اي حاجه. احنا طبعا بيمثل مصر البطوله الافريقيه، لو النادي الاهلي قدر يحرزها طبعا ده حاجه كويسه جدا الكرة المصرية بشكل كبير جدا. واتمنى طبعا بطولة مهمة جدا للنادي الاهلي، وبيسعى ان هو يكون موجود فيها، ودايما
في منصات التتويج، فاعتقد ان هي مرحله صعبه، يعني الماتش الجاي هيبقى ماتش صعب جدا. خلينا نتفق ان هي مباراه بتقابل وفاق الصيف احد الانديه الجزائريه المهمه على ارضه وسط جمهوره، المباراه عارف النادي الاهلي وعارف كارتيرون ولاعيبته ان هي المباراه لن تمر مرور الكرام بسهوله جدا، فهيتعامل معاها. اتمنى طبعا التوفيق في هذه المباراه ان شاء الله، ونرجع ويرجع النادي الاهلي وصعد للمباراه النهائيه باذن الله. يا رب ان شاء الله. طيب من امبارح للنهارده سالنا الجمهور بعد لقاء منتخبنا الوطني الاول قصاد منتخب سوازيلاند، المباراه اللي انتهت باربع اهداف لهدف لصالح منتخبنا منتخب الفراعنه، سالنا الجمهور رايكم ايه في اداء منتخبنا الوطني الاول، فممكن نستعرض مع حضرتك دلوقتي بعض الاجابات اللي جات لنا من الجمهور على الفيسبوك. ايه الاهلاويه بتقول الشوط الاول طبعا كان كويس، والشوط الثاني اداء متوسط لمنتخب مصر في ظل اللعب امام منتخب ضعيف جدا لسه ما نحكمش عليه دلوقتي الا بعد الماتشات الصعبه زي تونس والمغرب والجزائر. اتفق معاها طبعا. طبعا مليون في الميه. محمد عميش بيقول الشوط الاول طبعا كان كويس، الثاني كعاده جميع المنتخبات العربيه والانديه تراخي وانعدام روح بعد النتيجه الكبيره، ما فيش عندنا طموح نعمل رقم قياسي. صحيح. مصطفى رأفت بيقول اداء الشوط الاول افضل نوعا ما عن الشوط الثاني، بس ما ينفعش نقيم اداء المنتخب مع الجهاز الفني الجديد من ثاني ماتش، لسه بدري عقبال ما نقدر نحدد اداء المنتخب لما نلعب كمان مع منتخبات قويه زي تونس والمغرب هيبان. احمد عبيد بيقول اداء جميل بس في اخطاء لابد معالجتها في المباريات القادمه، عندنا تونس وهيبين اداء المنتخب الحقيقي عشان احنا ما لعبناش فرقه عدله لحد دلوقتي. وبمس عليكي واحب اقول لك الهدف غلطه طارق حامد 90%. شايف الكلام ده ازاي؟ لا 90 يعني، خلينا برضو عشان ما نتحملش على طارق حامد، هي مشاركه من طارق حامد هو السبب الاساسي في الهدف. ولكن محمد الشناوي برضو زي ما قلت لك تقدم بشكل كبير جدا، وده ساعد صحيح ان لاعب سوزيلاندا يحرز الهدف بتاعه. هيام بتقول اداء متوسط لمنتخب مصر في ظل اللعب امام منتخب ضعيف. محمد نصف يقول راضي بنسبه 70% الاختبار الحقيقي لاجاري ماتش تونس. ساجد بيقول جيد بس الشوط الثاني انخفض بشكل مبالغ فيه. علاء عصام بيقول اداء جيد بس هيبان اكتر امام الفرق الكبيره. احمد ابو العيله بيقول مساء الخير، اداء جيد الشوط الاول بس الاداء انخفض في الشوط الثاني. محمد جمال بيقول لسه ما نحكمش عليه دلوقتي خالص الا بعد الماتشات الصعبه. وكمان من تويتر محمد سعيد بيقول اداء مقبول امام فريق لا يعرف شيء عن كره القدم. عمرو مهدي بيقول حلو بس هنعمل ايه في طارق حامد. محمد عبده بيقول اداء غير مطمئن. كابتن شادي بيقول شوط اول رائع واداء جماعي، الشوط الثاني لعب فردي واستهتار مما ادى للهدف، منتخب سوازيلاند ضعيف، ده راي سمير ايمن، واداء المنتخب مقبول. مصطفى بيقول شوط اول كبير وممتاز، شوط ثاني غير مقنع تماما. عبد الله جميل بيقول اداء ممتاز في الشوط الاول وان شاء الله نفوز في الاياب بنفس النتيجه بكلين شيت. اشكرك جدا على ذوقك. السلام عليكم، اداء ممتع وبتمنى الاستمرار والف سلامه لابو مكه درشاد. محمد ابو نوح بيقول اداء ممتاز جدا الشوط الاول بس الشوط الثاني مهزوز جدا. شناوي بيقول اداء مقبول وكان نفسي نكسب اكتر من اربعه وما يدخلش فينا اهداف. وعلى الانستجرام اسامه الغريب بيقول الشوط الاول ممتاز والتاني متوسط بعد الاطمئنان على النتيجه، هي دي عادتنا ولا هنشتريها. بشكركم جدا طبعا على مشاركتكم معانا يوميا من خلال تويتر وانستجرام والفيسبوك. شفت بقى طبعا كل الجمهور متفقين طبعا مع بعض. اه صحيح، كوره عارفين كوره كويس جدا الشعب المصري ده 90 مليون محلل، لو قاعدين 24 ساعه قدام القنوات الرياضيه متابعين الكوره، وكل كلامهم حقيقه يعني ان النادي ان منتخب مصر في الشوط الاولاني وغير تماما الشوط الثاني، مغير تماما الاداء. يمكن كان كل طموحات انت بعد ما عشمت الجماهير باربع اهداف في الشوط الاولاني كانوا منتظرين من المزيد، ولكن بالعكس كانوا مستنيين على الاقل بقى نخلص 6-8 مثلا. الاداء يعني منتخب مش قومي، منتخب مش مصنف يعني. صحيح. تمام. فنتمنى طبعا المنتخب التونسي عنده مباراه النهارده مع النيجر، نتمنى طبعا الفوز. اعتقد لو فاز الماتشين اللي جايين المنتخب التونسي، واحنا لو فزنا هذه المباراه ان شاء الله نصعد لكاس الامم الافريقيه
كتاني او كاول بقى حسب النتيجه. يعني انت عارفه دلوقتي احنا 6 نقاط والمنتخب التونسي عنده مباراه النهارده مع النيجر، لو فاز فيها يبقى 9 نقاط. فنتمنى طبعا المنتخب التونسي يكون موجود مع المنتخب المصري يعني. بنسبه كبيره جدا اكيد المنتخبين موجودين، ولكن احنا عاوزين اداء، احنا عاوزين اداء يعني اداء ونتيجه، ده اللي بيطلبه الجماهير. يمكن اقول لك كان في علامات استفهام على كوبر، كنا وصلنا لكاس عالم ولا كانش في اداء مقنع حتى في كاس العالم؟ صحيح. ما عملناش ولا اداء. انا من وجهه نظري يمكن محمد صلاح اللي ظهر، بس رغم انه كان مصاب، والشناوي قدم مباراه رائعه طبعا. طبعا قدم مباراه رائعه محمد الشناوي، كانت ميلاده مع المنتخب المصري. صحيح. محمد الشناوي يتمنى طبعا الاداء، ويبقى اداء ونتيجه خلال الفتره اللي جايه دي. صحيح. استاذ رامي رجب الناقد الرياضي في الدستور، نورتنا النهارده في كلام في الميديا. انا سعيد كنت موجود معاكي، وسعيد ان اكون في قناه جميله زي قناه النادي الاهلي. استمتعنا بوجود حضرتك معانا، بشكركم جدا طبعا على حسن المتابعه، واشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد عليكم.